يواصل التشكيلي العراقي بلاسم محمد والحاصل على دكتوراه في فلسفة الفن رحلته التعبيرية مع مفردات اللون والخط التي يستعيد ملامحها القصية في معرضه الصمت الأحمر المقام في العاصمة الأردنية عمان. هذا الخطاب التشكيلي بهواية شعر سميته الصمت الأحمر. الأحمر بالخارج هو لون يعني الممنوعات، الحرب والحب والسلام، بس المشكلة بداخل كل واحد من عندنا أحمر. فحاولت بهذه الأعمال هو أن أثير الأشياء الداخلية عندنا ونحولها من أشياء ومشاكل وأحداث إلى ألوان وتعبيرات وبهجة، لأن حياتنا بهاي القتمة تحتاج إلى مثل هذا التحول. أن كل هذا النشاط، كل التحديات الكبيرة في العراق، تلقي ناس يعملون ويكتبون ويألفون ومعارض ونشاطات وفتشيع، يعني فن عميق يحمل معاني كثيرة تعبر عن، أولاً جزء منها يعبر عن أحاسيس العراقيين في التحديات الراهنة اللي هي تواجه العراق وهو الإرهاب يعني، وهي تقدر تلمسها من خلال لوحات الفنان وعمل الفنان بلاسم. تسمية المعرض جاءت لما فعله اللون الأحمر في حياته ومحيطه الخارجي، فهذا اللون يعلن عن نفسه باستمرار في الصرخات والحرب والموت، لكنه رآه بطريقة مختلفة وجميلة جسدها بلوحات تشير إلى العراق بأمل وزهو وشموخ وأن الحياة مستمرة رغم كل الدمار. جمعنا الدكتور بلاسم محمد في هذه الرحلة الجميلة من خلال لوحاتي وأسلوبه المعروف. بلاسم محمد هذا الرجل الأستاذ الفاضل عرفته منذ سنوات بعيدة طويلة، يملك من الحس الفني والمكانة العلمية والنقدية بجانب الفنون التشكيلية التي تميز بها الفن العراقي الحديث. بلاسم محمد شخصية تحمل المعاني العدة، الفلسفة والخط والإبداع والتصميم، التصميم الجرافيكي ومنها الرسم الذي تميز به. نتمنى له كل التوفيق. أستاذنا الجميل دائما راية العراق مرفوعة ترفرف فنا وعلما وحجدا ووطنية، فكل الاحترام. دكتور محمد غني عن التعريف ويمتلك خبرة ذات دلالات لونية عالية جدا تمكنه من خلق متناقضات عديدة ما بين الألوان الحيادية والألوان الحارة. يذهب الفنان مع حوارية اللون والخط إلى الكشف عن مكامن الرائحة السرية التي أودعها في ذاكرة اللون والسفر من المكان إلى عوالم أخرى، ليبين أن داخل الإنسان أبيض ولا يختلط مع لون الدم والنار مهما جرت عليه من أوهام. أمسية فنية عنوانها الصمت الأحمر جسدها الفنان بلوحات حملها من الوطن إلى الأردن ليثبت للجميع أن العراق ما زال يسخر بالفن والفنانين. لبرنامج صباح العراقية، محمد العبدلي، عمان.